شعب ملوان تيز. ملوان اهلا بيك. مرحبا بيك يا اسلام ومرحبا بالسادة المستمعين. سافا شنو الامور؟ الحمد لله خويا. خويا غيبة برشا. عندنا برشا ما سمعناش اخبارك، وينك ملوان اليوم؟ والله هاني اسلام كيما توا الجوارات الكل اللي راه فيهم واقفين، هاك شفت كورة واقفة، انا قاعد كيما نقولوا واحد يترينا يصبر، معناتها برشا عباد اللي قالوا مروان كامل الكورة وانا ما زلت الحمد لله، معناتها هاك شفت توا بريود ما فماش كورة، كورونا عباد معناتها امور مادية صعيبة على توا الجمعيات، واني خويا اللي فيه الخير ربي يسهل فيه. نستنى خاطر انقطعت اخبارك من اللي بطلت من المرسى، قد عندها توا عام ونص توا خايبة قصة عام ونص مروان في مسيرة ملاعبي ولا بيان سور خايبة. شوف سليم راني حتى كي خرجت من المرسى خرجت كيما نقولوا في البريود تاع الميركاتو تاع جوارات صعاب، معناتها اللي باش تلقى ايكيب في ديسمبر سيرتو جاتك الحكاية نتاع ثمانية جوارات ثمانية ريكروتمون. كنت صحيح انا ماك تعرف الظروف المادية اللي تحكم، معناتها توا شوف في العمر هذايا واحد وعنده عائلة عنده مسؤولية ما عادش الضرب اللي يجي ما نجمش فوالا، انا معناتها مشيت معاه بالكلمة، كنت الرئيس تاع المرسى ما كانش لوتور كيما نقولوا باحتراماتي ليه، معناتها تو نجيو بعد شوفات التجربة فهمتك حسيلو. خرجت في بريود صعيبه ومحب يفسخ لي كان كيما نقولوا لوكانز باش يخليني كست اشهر نتاع البطاله، معناتها هذايا معناتها هذايا كيما نقولوا ولات عاده هذايا في الجمعيات باش يحبوا يتشمتوا في مليار بيخرجوه كيما نقولوا اخر نهار في الميركاتو. باه فما حاجه قريب ولا مازال فما شيء توا؟ لا بور لو مومون ما فماش، هي بطبيعتها شفت الكره واقفه، حتى نعرف توا برشا جوريات زاد يعيشوا نفس السيتياسيون تاعي كما قلت لك، تحكم ديما الظروف الماديه، واحد مش باش يرضى زاد باللي يجي، انا كاين واحد عامل اسم وكل شيء ما نرضاش معناتها بحاجات ماهيش في قيمتي، مي خويا الله غالب تو انا نستناه واللي فيه الخير كما قلت لك اسلام ربي يسهل فيه ان شاء الله. من اليوم نعمل بك تنقيزه في الماضي، نمشيو الاول نهار خممت تمشي فيه للستاد تمشي باش تلعب كوره، كيفاش؟ استاد ذيك كيما نقولوا دارنا حومتي، انا ولد باردو معناتها مغادي، مشيت تدربت في استاد وقتها كان عمري 8 سنين، عديت بريود باهي صغر معناتها ما مشيت شويه كيما نقولوا ايامات الجينيور وكادي، لقيت روحي ما لعبش، مشيت سافرت لفرنسا، مشيت لعبت في كلوب صغير في مارسي قعدت عام ونص، من بعد عاودت رجعت لتونس، كان باتصال باهي عم فما شكون بالثقه معناتها يعرفني شنو الكاليتي اللي عندي، عاود رجعني للجروب في استاد في الاسبوار. الحمد لله اول عام اللي رجعت فيه لعبت فيه سينيور. انت كنت مغروم معناتها من صغير معناها بالكوره، كيفاش كيف اول نهار عملت تيست ولا كيفاش في ليكول بديت؟ اي كيما لعبت الكل تيست عملت عملت تيست ومشيت وحدي زاد 8 سنين، واحد ماك تعرف دار من البارك تبدا شتي تصب وظلام ودرا شنو، وانا صغير الناس كل تشجع فيا في حومتي برا اللي ما تمشيش تعمل تيست في استاد، الحمد لله من اول تيست معناتها تقبلت وبديت مسيره مغادي. علاش اخترت الفوت؟ مثلا الناس الكل تعرف اخوك عصام ظهر لي من احسن الملاعبيه في تاريخ تونس في كره اليد، عمل الاسم كبير، ما حاولش يجبدك شويه للهوند عصام؟ لا شوف انت مغروم بالفوت. لا حتى عصام راهو دو لا باز معناتها راهو جوار بتاع فوت. كان يلعب فوت. كان فوت ومعناتها كوارجي برشا، الناس الكل تعرفوا اللي كان يسمعوا فينا الجوار تاع الهوند يعرفوا اللي هو كوارجي، ديما حتى في السالة تاع الهوند يلعب الكورة. مي عندي خويا الكبير هو اللي كونه يلعب هوند هو اللي غرم عصام اللي هزه معناتها، وكانت هاك شفته معناتها وصل له ونجح من احسن الملاعبيه اللي في العالم معناتها. صحيح في البوست نتاعو. مي هذا هنا غرامي جاي زاده في الكوره، كل واحد مشى للطريق نتاعو الحمد لله وكا. وين مرة تلعب ريال جوش، مرة تلعب القدام، مرة في الوسط، البوست نتاعك اللي تحبها شنو تفتح فيها؟ سليم راهو انا ما عنديش حتى بوست الحقيقه نتاع ربي، ملي جيت نكور حتى مشيت ليكيب ناسيونال مشيت مع ليتوال في استاد كل شيء، ديما يلقاوني كيما نقولوا يختاروني كجوار جوكير معناتها في ليكيب فهمت، واي بوست معناتها نتاقلم فيه ونلعب، واي معناتها اونترونور يقول لي نلعب حتى في سواء لعبت على اليمين على اليسار كل شيء ما عندي حتى قلق، وماذا بيا ما نحبش نعرف البوست نتاعي شنو هكا ما لا ما عندي حتى بوست هذا الجوش لازم ما عندي حتى بوست، قلت لك يحب يلعبني نلعب بارير جوش نلعب، لعبت حتى وصلت بيكو. فماش بلاصه تحت ترتاح فيها اكثر ولا كيف كيف كل؟ الاكثريه اللي ارتحت فيها اكثر اللي هي في بيفو وقت لعبت كيما نقولوا نلعبوا لوزونج معناتها كنت ملعبيه في الوسط، مشيت على اليسار مع سي فوزي وارتحت فيها البلاصه بالكدا بالكدا معناتها. ايه الطلوع للسنيور مثل ما في استاد كيفاش تتفكر شويه لي كوليس بتاع ذاك؟ كما قلت لك وقت رجعت من فرنسا معناتها عمري صغير مشيت ليسبوار نتاع استاد. انت عايش مشيت لفرنسا صحيح؟ مشيت خاطر مريت في الصغرى بظروف صعيبه معناتها، تلقى واحد روح ما يكورش، ولقيت كلوب صغير في فرنسا قال لي ما فما شكون معناتها شاف لي غاديك كيما نقولوا ما كانش تجربه كبيره، ما قعدت كيما عام ونص معناتها فهمت، خاطر من بعد كي جاني انا صغير وقتها لاج دو 15 ans
معناتها واضح كان طموحك في الكوره معناتها ما تخمش في الكوره ولا حاجه. على الاخر وتمرمت ونعرف روحي نوصل وبشد معناتها الانترونيرات الكل يعرفوا لي انا خدمت. معناتها مش سهل واحد في الكانزون يمشي لفرنسا. لا ماهي سهله وصغير وداري وحدي ونطيب وحدي كل شيء معناتها والله تعذبت. القرايه ما كانش مخي لا ناحيتها جنب وعرفت روحي واحد باش يوصل في الكوره معناتها. حطيت خاطر عندي اوبجيكتيف من خاطر خرجت تظلمت صغير وقلت والله ما نوصل معناتها وحطيت. كيفاش تظلمت؟ تظلمت ماك تعرف قبل كانوا لي جون كيما نقولوا يلعبوا بك الاولياء هذه ما حبش تتنحى ما نعرفش توا سافوار كيفاش كان اللي عنده بوه مثلا يجي يتفرج صحيت ولا انا في الجمعيات الكل زاد في الجمعيات الكل اللي عنده بوه يكور واللي يعاون في الايكيب يكور هذه ما هي وقتها كانت صغيره كان في البلاصه هذيك فخر الدين بن يوسف نتذكر قال لي في استاد كيف 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 نعرف قال لي يجيبوا الزيت واللي يجيب اي الحليب والياغورت ولا هذاك لا مو صحيح معناتها انا حضرت عليهم خاطر هو اصغر مني وانا نذكر وقتها في استاد كانت تصير معاملتها هكاك لقيت روحي انا خاطر عندي بابا معناتها ما يجي لا يجي يتفرج لا يتبع على كوره لا حد شيء لقيت روحي وحدي هزيت روحي كما قلت لك طلعت لفرنسا عاود رجعت كلمني مسؤول معناتها كما انت مسؤول كبير في استاد قال لي راك علاش ليه باش تعاود ترجعنا وانا نعرفك ملي انت صغير وكذا وكذا مشيت كما نقولوا اول تيست في السبور عاود عملت تيست في جمعيتي معناتها فهمت شيخ علي المدرب كما نقولوا بلغه الكوره ولقيت روحي كما نقولوا الجمعه اللي من بعدها صححت في السبور وقالوا لي باش تلعب ماتش تيتولير وقت لعبت ماتش تيتولير مع اللي اكبر مني في الاسبوار مشينا لسبيكس كما كانت قبل لو فيدريدو اللي نلعبوا الاسبوار وبعد يلعبوا سينيور روبرتين وقتها يتفرج فينا في التيرا عديت ماتش بالكدي بالكدي حتى الاولاد معناتها الكبار كان محمد جديد بالمناسبه نقدم له تحيه وجميع ما يعرفونيش قالوا لي برافو جرون ماتش وقال لي نهار اثنين تكون معنا في اول حصه معناتها بالصدفه معناها بالصدفه هذيك مشيت ما طلبتش برشا وقت اي وفي السينيور كيف كيف اللي طلعت ما فرضت روحك معناها هذا اللي فرضت روحي على الاخر وكنت كما نقولوا واكل صغير ومعناتها صحيح انا نقدر حاجات اخرى معناتها من التيران معناتها من برا نقدر اصحابي الكبار اما في التيران راني معناتها مع الكبار ما نرحمش بالاخر قد عملت سينيور استاد في الكل فما كما نقولوا 8 سنين تبدلت حياتك وقتها وين عملت اسم في الكوره وقت عبيت كل تعرف ملاعب شاب ناس تسال عليك شكون هذا عملت ماتشات كبار من اول سيزون اللي عديت عملت بالكدي وكان فما معناتها ايكيبات كبار في تونس حبوا عليا ما حبتش تسيبني استاد وجاتني اوفر كبير من ليبيا زاد معناتها على ليبوك معناتها وقت في 2009 جاني معناتها كونترا بمليار واش معناتها فهمت وما حبيتش نمشي قلت من ليبيا من ليبيا وما حبيتش نمشي وكانوا فما جوريات في ليبيا كلمتني واتصلت بيا فما جون زاد تونسي زاد في ليبيا اتصل بيا وقال لي راي اوفر كبيره برشا في عمرك انت ما حبيتش خاطر باحتراميتنا البطوله الليبيه مانيش باش نمشي انا معناتها طموحاتك رياضيه مش فلوس معناتها فوالا هكا ما كنتش خممت في الفلوس جمله وقتها كان برشا يتقال لك كلام على كلوب ديما كل ميركاتو تقريبا ما غنيت واستوانت ما وينتاج والكلوب ديما تتعاود فما موجوده في الكلوب موجوده حتى ديني المو قبل ما نمشي نجم الساحلي صحيح تعاون نجيبها فوالا معناتها كان كل شيء بالكتبه شنو صار علاش ما مشيتش للكلوب وقتها؟ ما مشيتش وقت قالوا لي وقت استاد سمعت به الاوفر والمسؤولين وصلت لهم وقالوا لي راه الاوفر اللي جانا معناتها مش بالقيمه نتاعك انت شويه فلوس قداش؟ والله لا نعرف هكاك ما نعرفش يظل ابري 250 مليون هذه هكاك حاجه كيما هكاك اما قالوا لي مش بقيمتك امور فلوس ما مشيتش امور فلوس هذه خاطر انا سو كونترا ما نجمش نعمل حد شيء معناتها حبيت تمشي وقتها حبيت بون اي كيما اي ملاعب جمعيه كبيره انا ديما نقول راهي جمعيه استاد وكل شيء اما كي نلقى حاجه باش تساعدني لي انا ديما راني نبقى ولد استاد وديما باش نوري لهم جوهم معناتها فهمت نهار اخر بعد ليتوال تو نجي ليتوال خاطر شاب بيتر كامل بعد ليتوال صحيح كان فما حاجه من الكلوب وقتها زاد بعد من ليتوال فما كانت فما حاجه من الكلوب اي علاش ما مشي غاتات زاد انا وقتها مازال فانت كونترا ماركيت للزمالك وقتها ذاكر زاديف وانا فانت كونترا معناتها فهمت صار بروبليم مع مسؤول ما نحبش نذكر الاسامي كيما نقولوا انا مش نذكر الاسامي تو نجيك بعد كيما نقولوا الوالي العصا في العجله وانا فانت كونترا ووقتها مشينا عملنا الروتور في مصر خذيت ورقه حمراء في مصر وكيما نقولوا عدوني على مجلس التاديب وقالوا لي باش تلعب تيسبوار وسمعوا مسؤولين من النادي الافريقي اتصلوا بي معناتها قالوا لي كان تجينا لتونس باش نحكي ونشوف شكون وقتها كان؟ موجود وسيد معناتها سيم رياح وسامي سلامي باهي علاش ما تمتش؟ ما تمتش خاطر مازالوا بعد خاطر ليتوال كي سمعوا سافوار سمعوا ولا ما سمعوش خاطر كلمني الرئيس وقال لي معناتها في نهار كيما نقولوا اليوم عاقبني في نهار قال لي ترجع ليكيب سينيور معناتها فهمت
ومن بعد كما نقولوا كملت بطول المده كما نقولوا خليوني في الاخر كل عاد نفس اللي صار لي فسخلك اخر نهار هكاك هذا نجيبها بعد كيف كيف زاده على ذكر الكلوب ملوين تحس عندك عاش كي نقول بين ظفرين كره شديد للكلوب صحيح والله ليه يا سليم برشا عبيد رايدة السؤال هذايا من اللي قلت البارح ظهر لي في الانستغرام ولا في الفيسبوك قلت مروان تاج باش يكون ضيفنا اكثر سؤال تعاود على الشيك على الكلوب باهي خلينا نحلوا الموضوع هذا باش يبداو الناس الكل تعرف معناتها انا راني معناتها ولد تونس ونعرف لهنا جماهير الافريقي وجماهير الترجي راهو يا اسلام اقسم باللي نقولها ونعاودها راني ما عندي حتى كره بحتى ايكيب راني انا جوار جانيور في التيران راني نلعب كان على المريول اليوم الثقه اللي عطتها لي مسؤولين نتاع النجم الساحلي كما نقولوا بلغه اخرى بلغه الكوره ما نجمش نخون هو مش كان في النجم اللي كنت في الليتوال في الاستاد في الاستاد بيان سور هذيك تبيعه ما تنحاتش فيا مانيش نعمل فيه كما نقولوا بالعاني هذيك تبيعتي بخلاف الكوره وين صحيح عندك الجرينتا والحب نتاع ذبح والمريول اما عندك شويه زايد نتاع استفزاز للجمهور حالة كما هك فما اخي تجي ما كان غير فيها ما لازمها هكاك باش تحلى اليوم حتى في الشامبيونات تتعمد معناها اليوم حتى اليوم حتى انا واقف وما كورش حتى برشا عباد طردني في الشارع يقول لك ناقصها انت فك اللفيح نتاع الشامبيونات استنسنا بيك معناها تتعمد معناها داخله في اللعب حب تجلب الانتباه داخله في اللعب انا وصلت مره هكاك عملت الحاجات هذيا في استاد زاده انا وصلت نلعب عجوارات في استاد ما نعرفهمش وانا وقتها قائد فريق والليتوال كما نقولوا كامله معناتها فهمت كامله ليتوال معناتها كيما نقولوا بلغه راهم الفيستير باش يربحونا اربعه معناتها فهمت ماركيت انا البونت الاولاني من 30 دقيقه وفات طرح معناتها بالرياكسيون معناتها كان وصلنا لعبنا نورمال ناكلوا يرجعونا بخمسه فهمتك فهمت مكشخ في صغرك انا ستاديست انت صغير انا صغير لا انا صغير خاطر بحكم عصام خويا مكشخ مكشخ بيان سور تلقى اخوك يلعب في الاسبيرونس باش نكذبوا على العباد مانيش نكذب طلعت هذا حقيقه انا صغير كي نشجع عصام خويا بيان سور باش نطلع نحب ليسبيرونس معناتها بحكم خويا يلعب ونحب ويربح وسنسني بالكيب هذيك مي تبقى انا ديما نقول ولد ستاد ونغير على ستاد بحكم ما لعبتش لا في الترجي لا حتى شيء الترجي جوست حبيتها خاطر على خاطر خويا لعب فيها وشجعتها مي كي توا واحد كبر وعرف البروفيسيوناليزم مشيت لجمعيه كبيره كيما النجم الساحلي الجمعيه معناتها اللي فزت معاها بالالقاب وصلت حبيتها كيما نقولوا اكثر من الترجي صاروا لك مشاكل مثلا مع جمهور الكلوب لهناك يعرضوك شنو يصير شو يحكي لك شو يقولوا لك؟ والله لا فما شيء ويعرضوا لي انا ما يعرضوا ما تحلفش خاطر باش نذكرك بحاجه راه باهي ميسير ذكرني بحاجه وكيما تحب انت اما انا في تونس بحكم في تونس لا حتى مره لا صار صارت مره من بنزرت ممكن مره هذه باش نذكرك فيها ولا هذيك برك في كيوسك ما راح في كيوسك ما صار شيء تلقاهم استفزاز شويه استفزاز برك نتاع الضحك وكا والناس معناتها كيما نقولوا تقال برشا كلام اللي شدود ما فما شيء خاطر كيما قلت لك يا سي ما عندي حتى كره انا عندي حاجه في الديره الاخضر ما عندي حتى شيء وهاني نعيش في تونس فزيتهم في الماتش انت وقتها مع في الماتش تصير في الماتش نورمال ما فما حتى مشكله اما خارج من التيران انا عبد اخر كما قلت لك ما عندي حتى كره لا للنادي الافريقي لا سفيقس لا الدرج سالوا لك حاجه اخرين من هذا ولا ما صارت لي حتى شيء وحتى كي يعرضوني يقولوا لي نتمنيوك تكون في الترجي ولا في الافريقي يعني يقولها من طب باهي المشي اللي طوال كيفاش من ستاد المشي اللي طوال وقت كما نقولوا عديت فتره كبيره برشا في استاد عطيت ما عندي كما قلت شفت مع تجاوني حتى دي زوفر وما مشيتش خيرت جمعيه استاد قبل كل شيء جاء الوقت اللي لازمني نمشي فيه جمعيه كبيره معناتها كما نقولوا مازال عام انا استاد وصلت خليت فلوس برشا في استاد سامحتهم ما حبيش ناخذ حتى فرانك العبيد ما تعرفيش قداش تنجم تقول 180 مليون قوم اللي نقول راني ما نحشمش اللي فما فما معناتها فهمت وسامحت وما خديت حتى فرانك واستاد قداش خذيت وقتها استاد يذولي من العرش انا ما حبيش ندخل في النيغوسياسيون راني ما عنديش الحكايه هذيا ما خذاو فلوس وخذاو وقتها حاتم اللي بجاو. باهي من 2014 ل 2017 في ليتوال هكا ثلاث سنين. ثلاث سنين كيفاش تقيمها التجربه بتاع ليتوال؟ تجربه ناجحه على الاخر. بالالقاب باللومبيونس بكل شيء. قداش من لقب هزيت؟ اربع القاب. كي مشيت للنجم راه في كيما نقولوا قمرت بروحي مشيت في سيتياسيون صعيبه برشا وانا وقتها جماهير النجم كانت ما تحملنيش واليوم محبوب في سوسه على الاخر. كان النجم يكون خمسه بطوله 2015 نورمالمون هذيك نتاعنا. ضيعتوها واحنا حبينا نمشي نجم نقولوا ضيعتوها انتم ما مشيتوش ماتش حملام على الاخر ضيعناها على الاخر ونتاعنا. الماتش حملام كنت نجموا تمشيوا نعملوا اكس في حملام في وقتها غلطه تعتبرها وقتها على الاخر ديسيزيون وقتها غلطه ديسيزيون غلطه على الاخر حسين جنيح الحلفه نتاعو احنا كنا زرب فيها احنا لمينا بعضنا قلنا نمشيوا وحدنا اي والله خاطر نعرفوا الشامبيونات نتاعنا هذيك
غير غش وتنرفيز ودخلوا فك الحكايات هذيك نتاع لي زاربيتر ودرشنا نمتوه بعد حسين جنايه نمنا رواحنا في بعضنا قلت لك نحن لمينا رواحنا حتى نمشيو 10 جواريات قلنا نمشيو اوموان كاورو نجيبوا اكس وقتها نهزوا نحن الشامبيونان من السنه واش نادي الافريقي وترجي الجزائر علاقتك مع جمهور الاتوال كان يحبك محبوب من جمهور الاتوال فهمت اول ما مشيت لي فرفت روحي علاش ما مشيت لي لا جاو تفرجوا في سيونس بالذمه ليانا وحبوا يسبوني ومن بعد عرفتهم شكون مروان تاج علاش وقتها خاطر كنت عامل فيهم كيما تحكي انت مع مستفز فوالا هكا فرحان بها فرحان على الاخر علاش نكذب هي اما عملت معها شويه شعبويه باش خليتهم يحبوك انت مش شعبويه خلينا نكمل السؤال بتصريحات من نوع على تسقعت افراحنا الافريقي ربحت معنا اليوم نقطه في العاصمه هذوما يحبوا الجمهور هي هذيك حقيقه اخي انا ملي مشيت لتوال هذيك هي كل ما نمشي الرادس نحتفلوا وقلتها معناتها مش باستفزاز والله لا هي باستفزاز نتاع كلمه نتاع ضحكه معناتها فهمت مانيش نستفز ما نمشيش المخي غادي يجم قلنا عندنا رادس قاعه افراح فهمت وين اول ما مشيت كما نقولوا للنجم السياحي قلت لك كما قلت لك نعرف العيشه صعيبه والجو سخون في سوسه وجوار طالع من العاصمه وكل شيء ووريتهم شكون مروان تاج كما اللي كانت بيه في استاد لعبت بيه في ليتوال حتى جمهور فريقك الام ملعب التونسي ما سلمش منك صارت لك معاه مشكله في ماتش في بالي شنو صار وقت هاي بهك تبع الاخبار لا بحاجه بركه حليت عليك كتير هاي حليت عليك بيان سور في سوسه جمعيتي تلعب على التيح الملعب التونسي تلعب وقتها على التيح جاو ماتش ليتوال وحنا نلعبوا على الشامبيون راك حكيت انت قلت لك اون 2015 هذيك استاد وقتها تلعب على التيح وجاوني المسؤولين قالوا لي ما تنجمش تلعب راه كنت رجمت قلت لهم ليه راني نلعب بين كور خويا من على جيل يعني نحب نلعب ونفرض مسؤولين من استاد مسؤولين من استاد لا مش مسؤولين من استاد مسؤولين من نجم الرياضي الساحلي قالوا لي راه اصلا جمعيتك تلعب على التيوح مش لازم تلعب وين عليه مش لازم نلعب علي جاي من بحذاكم ما نحب نلعب وكل حاجه في بلاصتها يا اخي انت تو جاي لسوس استاد جاي لسوس باش تربحها ببغداد بونجيح بالكيف هذاك ماهيش معامله على ماتش ليتوال استاد وقت وحنا نلعبوا على الشامبيونات فهمت هذاك علاش هما كروني خاطر انا في الماتش هذاك وقت عطيت ما عندي 100% في زويتن وقتها ماتش اخر نحكي عليه ماتش اخر في زويتن صارت لك مشكله مع الجمهور لا في زويتن هذاك استفزاز من قبل الطرح اما وقتها لا نحكي انا ماتش يسبوني اي سبوني علاش؟ ولدهم هكاك راه جمهور استاد راه وباقي النهار قلت كلمه خايبه على استاد وباقي قلت لتوا جمعيتي ونحب اما خليهم يحكيوا جمهور معناتها بين حقهم في الشارع يعظوا في بعض وجمهور استاد الوحيد ما رجعت حتى ريكسون ما كلمتوش وسبني باللي تحب انت في الشارع كيعرضوك في بارد وكيفاش نفسها كيف لا بوسيبل لا ما تصيرش عندنا خاطر جمهور في تونس ولا اللي كانوا ولا في استاد يسبك وبعد يعرضك ويحملك هذيك حوت استاد هذيك وحتى كيسبوني ما تغشش عليهم تعاركت مع خالد القلبي وقتها تعاركت مع خالد القلبي علاش؟ تعاركت ماك تعرف ابارامون تعاركت معاه وقتها هو في النادي الافريقي تعاركت معاه في المنزل تخلى ابارامون معمرين علي وانت نفس الطريقه نتاعو هو وكل الحكايات شي هكا هو زوز هو مش هو كوبي كونفورم زوز نفس ليه وخالد تو صاحبي وخويا نفس التومبيرامون في ستاد لا ممكن هكاك تخمرش هو بك الحكايه هذيك معناتها فهمت صارت مناوشات وكا ونشوف ايش قال لك واش قلت له؟ ما يتقالش باهي شنو يقعد لك من وين التجربه نتاعك مع ليتوال؟ محبة العبيد أول حاجة هذيك تو بالحق سلام راه كان تشوف الميساجات والعبيد راه محبة كي قلت لك نبدا داخل السوسة راه عبيد من البياش تبدا فيها رحب بيا معناتها بالحق سألت واحد كيما نقولوا أنا يقول يعيش بلاش واحد في السوسة بالمحبة تاع العبيد هذيك أول حاجة قبل التيتروات قبل ما لعبت الليتوال والحمد لله كيما قلت لك التجربة كانت خويا معناتها بعد 8 سنين معناتها ما فزتش بالألقاب معناتها في الملعب التونسي اليوم كي مشيت للنجم كيما قلت لك ديما الطموح الملاعب يحب يهز الألقاب يحب يلعب شامبيونز ليغ يحب يمشي لكيم ناسيونال والحمد لله اللي في مخي صار معناتها مشيت لكيم ناسيونال هزيت الألقاب وتحبيت عند العباد هذاك هو اللي فرحان به. احكينا على علاقتك بفوز البنزرتي كانت مرة فوق ومرة لوطة مرة وين؟ هكا ولا ليه فوزي الوحيد معناتها بالرسمي معناتها نقولها معناتها ما عندي حتى مشكل مع فوزي بنزرتي بالعكس فوزي معناتها قلبه باهي يحب الملاعبيه الكل مش تراها هكاك الكومبورتمون نتاعو في لونترينمون وكل شيء راه قريب ياسر للملاعبيه معناتها فهمت نهار نوصل معناتها نتغش على سي فوزي معناتها حتى كان سيوي معناتها اي ما كنتش تلعب معاه برشا سيرتو في الاخر ولا ليه لعبت معاه وبعد هو بدل طريقه اللعب عام كامل كورت معاه ما شويت بالكدا فهمت وديما في الحاجات هذو ماك شفت هنا في فينال اللي نتاع الكوب دافريك
بريفيو مانيش نلعب وهبطني وقال لي اعطي فيك ثقه. وحتى البونت الثاني كان من معناتها نصيحته هو ديما يقولها لي. دوزيام بار قال لي غاديك ما تشدليش كوره ديما راجع اضرب تدخل ودخلت. برشا طرايف مع فوزي برشا. شنو تستحضر؟ ما تنجمش شد برشا طرايف خاطر سي فوزي مش باش نقول لك معناتها راهو كنز. اي برشا يقولوا هكا كنز. لا سي فوزي راهو قلبه باهي ما تروهوش هكاك كيف انا في التيران تقول لي راك هكا وحاجه اخرى. صحيح فهم سي فوزي هكاك الكاركتير نتاعو كيما يحس روحه كامل لعب زاده في التيران يتخمر وكل شيء. ما تستحضرش حاجه برشا والله الا نذكر انا فما شكون حكايه هاو اللي شيخنا به نحن وصلنا هزينا وقت الشامبيون معاه شيخنا اخويا نبدا شيخين. انا تغش عليك برشا مرات فانا حكى لي زوج حاجات وقت يوصي فيك ماتش الكلوب ضد بالك من الحمراء. اي دخلت دقيقه لعب دقيقه لعب صفر وكنت لهم تهناوا علي مانيش ايش ايش قال لك بعد؟ بعد ما تعرف عاد كيف الكل هبط. باهي فما واحد اخرى في لونترينمون تشوت في لي بالاريتي. اي وقتها ظهر لي حمزه ماهوش موجود حمزه الاحمر وقتها شوتين. اي واحده سطحتها ولا حاجه هكا اش عملت؟ كيف 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 لا ما يتبدلش هي بيد نفس ابعد علي وقتها فمش حاجه هكا ذكرتك بزوج فمش حاجه انت تذكرنا بها؟ لا والله برشا ننسى والله برشا اسئله تخدرني بهم انت دوم اخويا. اما هاك تعرف معناتها برشا حاجات. باهي فما ماذا ظهر لي صارت لقطه بين المويهبي كيف كيف وخالد القلبي في ماتش دخلت فيها هنا ايش قلت وقتها؟ سيبه خليه عندي. عرفت المويهبي قال لي راهو المويهبي وقتها قال لي هذا باش يجي مروان في التيران خليه عندك انت قلت له تهنى عليه سيبه على روحك. وصلك عارف من زريخ مروان وقتها في الايطوال؟ لا من زريخ لا كانت فما حكايه تاع اونجي زريخ ليه؟ لا ما فماش زريخ. علاش ما تمتش؟ ما تمتش ما فهمتش كيف كيما نقولوا تلمت من غادي لغادي. وقتها نلعبوا عام الجاي على الشامبيونات ما هزيناهاش ودرا شنو حاجتنا بالافكتيف وما فما حتى حد باش يخرج ولا بروف ما خرجش حتى حد. ما حبوش يسيبوك اونجي وقتها في الديفيزيون الاولى ولا الثانيه؟ والله يظلي في الاولى يظلي والله نسيت. ما حبيتش اللي ما حبيتش كبش خاطر قالوا لي تعمل خير ومن بعد وقتها مشيت لكيم ناسيونال وكل شيء فهمت. اما اللي وصل لي هكا الحكايه. ما حبوش كما نقولوا يدخلوني في الحكايه هذيك باش يخرجوا لي من مخي باش نتلاقي الراكس كان على الاطوال. واضح ندمت اللي فلتوا شويه لوفر ولا ايه؟ والله شوف خير حتى علاقتك مع المنتخب ممكن كان هكاك بيان سور خاطر انا كيما قلت لك راني خدام معناتها من اصلي نعرف روحي ننجح في الكيب هذوك خاطر بالحق الناس باش هد لونترونالات الكل كان يسمعوني ديما اللي تيست فيزيك راني الاولين معناتها نخدم بالكدا ممكن الشامبيون تاع فرنسا تنجم تمشي معايا خاطر نعرف روحي نجيب بلوغ. فهمت باهي مثلا مواصلين معاك في حوارنا مع مروان تاج لاعب سابق للاستاد الملعب التونسي للنجم الساحلي ملعب الجيبسي مستقبل مرسى سيابي كذلك برشا جمعيات ما نسيتش حتى واحده ترى ضمهم. ايه هذوك باهي باش نحكيو بعد شويه على خروجك من النجم الساحلي على ايش كيفاش التفاصيل شنو صار وقتها تحكيو على علاقتك بالمنتخب ماهيش كبيره برشا مروان هذا كل في الجزء الثاني من الايميسيون تاعنا اليوم بعد الاخبار مع زميلتي فدوى تركي.